طبعا لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا بالقناه، تعملوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم، ويلا نبدا في المقادير. بمعلقه كل يوم صغيره قبل النوم هتخسي من غير ما تحسي، حلوه قوي قوي قوي، جربوها وما تنسوش اللايك للفيديو. اهم حاجه لايك للفيديو عشان تشجعوني انزل لكم كل الوصفات اللي انا جربتها وعملت نتيجه معايا. كام وصفة كده حلوين هنزلها لكم وهقول لكم عملت نتيجة ايه وفي نفس الوقت طعمها ايه. يعني القرفة بالعسل، العسل مفيد جدا جدا مهما اكلمكم واقول لكم فوائد العسل، طبعا كلنا عارفين فوائده، والقرفة برضو نفس الموضوع، القرفة الفوائد بتاعتها كتيرة جدا جدا، مهما برضو اقول مش هقدر اقول لكم الفوائد ايه. فانتوا اعملوا سيرش كده بسيط على جوجل وهاتوا القرفة بالعسل وشوفوا فوائدها ايه وبتعمل ايه وبتخس قد ايه. مش قادره اقول لكم، يعني مش قادره احدد لكم تقدروا تخسوا قد ايه عشان ممكن تخسوا اكتر ما انا بقول. فحلو قوي قوي. كل اللي انا هقدر ان انا هقوله لكم ان انتوا تاخدوا معلقه صغيره قبل النوم، اهم حاجه ما تكونيش تكوني خلاص بعد ما اكلتي كل الاكل تيجي قبل النوم وتروحي واخده معلقه صغيره وتروحي نايمه على طول، يعني بقى ولا تاكلي وجبه ولا سناكس ولا اي حاجه خالص، حتى السلطه حتى كل حاجه لا، تاخدي معلقه صغيره وتروحي نايمه على طول، هتفرق معاكي جدا. واتمنى ان انتوا توزنوا وزن قبل وبعد، هتشوفوا هتخسوا قد ايه وهتشوفوا هتعمل معاكم نتيجه هايله جدا جدا. امشوا على التعليمات اللي انا قلت لكم عليها ان شاء الله هتجيب نتيجه. معلقتين هيختلفوا معانا جدا جدا وهيفرقوا معانا حياتنا كلها. مش قادره اقول لكم بقى الوصفه خطيره جدا جدا، مكوناتها موجوده في كل بيت. هي مكونات كتير؟ لا لا لا، مكونين اتنين فقط هتفرق معانا في الحرق، في الخسسان، هتخسي جامد قوي وجسمك هيحرق قوي قوي قوي، مفيده وصحيه للجسم وفي نفس الوقت بتضيع كل الشحوم اللي في الجسم، حلوه قوي قوي قوي، تستحق التجربه. يلا اول حاجه انا معايا معلقه صغيره من القرفه عليها معلقه كبيره من العسل الابيض، تمام؟ هي حاجه بسيطه قوي هنعملها. اول الوصفه دي بتساعد على الحرق، تمام، بتساعد على الحرق جامد جدا جدا. اهم حاجه ان انتوا تاخدوها قبل النوم، تمام. هروح جايه كده محتاره احط في انهي طبق، بس الاحسن ان انا احط في الفاتح عشان تكون كل حاجه واضحه قدامكم. يبقى معلقه القرفه عليها معلقه العسل الابيض، تمام، زي ما انتم شايفين كده، وهخلطهم كويس جدا مع بعض لحد ما يبقى كريمي. انا عايزاه يبقى كريمي خالص، تمام، اهو. خليتهم بقى كويس جدا بالشكل ده. اهم حاجة كده الوصفة دي تتاخد قبل النوم، يعني اول ما تفكري ان انت عايزة تنامي تاخديها على طول. انا بفكر ان انا انقلها في الطبق ده احسن، تمام، عشان اقدر اتحكم ان انا اقلبها كويس جدا. بعد ما ناخد الوصفة دي يا جماعة، بعد ما ناخد الوصفة دي ما ندخلش بقى في بقنا اكل خالص، يعني ما ندخلش اي نوع اكل خالص في بقنا، تمام، يعني ناخد الوصفة دي ونروح نايمين على طول. شايفين بقت عاملة ازاي؟ بقت كريمي، هو ده القوام المطلوب. يبقى معلقة كبيرة عسل ابيض عليه معلقة صغيرة من القرفة البودرة، تمام، شايفين عاملة ازاي. هناخد معلقة قبل النوم، ناخد كده معلقة صغيرة، معلقة صغيرة يا جماعة مش معلقة كبيرة، ناخد معلقة صغيرة قبل النوم، بتساعد على الحرق جامد جدا وفي نفس الوقت بتنزل الشحوم اللي في البطن وفي الجسم وكل حاجة، وبتخلي المعدة مرتاحة على الأقل وانتي نايمة، وبتحرق بقى وبتخسس جامد جدا. الوصفه دي بتخسس جامد جدا. حد يتخيل بقى ان معلقتين
بيخسسوا جدا، مش قادرة اقول لكم يعني، مش عايزة احدد لكم هي بتخسس قد ايه بالظبط، بس بجد انا لما جربت الوصفة دي فرقت معايا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات او في الكومنتات. مش عايزة اطول عليكم مدة الفيديو. طبعا حابة اقول لكم ان هي طعمها حلو جدا، طعمها يعني مش اللي هو يخليكي ان انت ما تحبهاش، لا انت هتحبيها. طعمها حلو قوي قوي يعني. نسيت اقول لكم على معلومة، ان الباقي اللي هيفيد مننا احنا ممكن نحتفظ بيه في التلاجة. اهم حاجة علبة كده بغطا، تمام؟ لو معندكيش غطا تغطيها بسترتش زي ما انا غطيتها كده، ونحطها في التلاجة لوقت الاستخدام، تمام؟ قبل النوم. الوصفة دي قبل النوم بس، ما تستخدمهاش بقى الصبح ولا بالنهار ولا اي حاجة، قبل ما تنامي بعد ما تاخدي الوصفة دي، ولا تشربي ولا تاكلي ولا اي حاجة وتنامي على كده. هختم معاكم بقى الفيديو، اتمنى ما اكونش طولت عليكم مدة الفيديو. وطبعا قبل ما اختم معاكم احب اقول لكم اللي لسه مشتركش في قناتي، ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم عشان يستفيدوا من الفيديوهات اللي انا بنزلها، لان ان شاء الله بامر الله هنزل لكم فيديوهات كل اللي انا جربتها هقولها لكم. ويلا اشوف وشكم بخير وعلى خير. باي باي.